بدأنا الحديث بالفيديو السابق عن أنواع المصفوفات. تعرفنا عن الأنواع الأساسية للمصفوفات بشكل خاص للمصفوفات الرقمية. رح نتعرف في هذا الفيديو على أنواع ثانية من المصفوفات. خلونا نبلش. سأتابع الآن مناقشة المواضيع التي بدأنا بها في التسجيل الأخير، حيث سأقوم بتوضيحها ببعض الأمثلة العملية وسأقوم بشرحها بتفاصيل أكثر. كما علمنا فإن هناك عدة أنواع المصفوفات في الماتلاب، فلو أردت تعريف مصفوفة رقمية مثلا يكفي أن أكتب x تساوي الواحد، فيتم إسناد قيمة variable مساوية للواحد إلى المتغير x، ويتم تخزينها في الورك سبيس على أنها مصفوفة أحادية البعد سطر واحد عمود واحد، لها القيمة واحد، أصغر قيمة وأكبر قيمة فيها واحد. أما لو أردت إدخال قيمة مصفوفة تحوي أكثر من عمود كمصفوفة عددية وإسنادها إلى متغير x، فيكفي أن أقوم بكتابة x تساوي واحد واحد، فيتم إسنادها إلى متغير a إلى متغير x مصفوفة من قيمتين. أما بالنسبة للنوع الثاني من المصفوفات وهو string array، وهي المصفوفات المحرفية، فيمكن أن أكتب x تساوي name، يتم إسناد الكلمة name إلى variable من نوع x، أو يمكنني أن أكتب بالشكل المبين. وضع الفاصل منقوطة يمنع إظهار نتيجة في الورك سبيس في الكوماند ويندو، ولكن يقوم بتخزينها في الورك سبيس. أما النوع الثالث من المصفوفات وهو structure array، وهي المصفوفات كما قمنا بتسميتها البنيوية أو البنى، فلو قمت بكتابة student.name وجعلته اسم وليكن ماتلاب على سبيل المثال، نلاحظ تم تعريف بنية student تحوي متغير أول وهو name. أما لو أردت أن أقوم بوضع على سبيل المثال العمر، فيكفي أن أكتب student age 15 أو 15، وبالتالي يظهر لي متغير آخر في نفس البنية وهي student age، وبالتالي أصبح لدي كلا المتغيرين يتبعان للبنية الأساسية التي هي student. أما بالنسبة للعمليات المنطقية التي قمنا بمناقشتها سابقا، فدعونا نخلط ضوء عليها بشكل سريع. هذه العمليات هي أكبر أو يساوي، والمساواة ولا يساوي. فلو كان لدي متغير A تساوي الخمسة وأردت أن أفحص هذه القيمة بشكل منطقي، هل A أكبر من الواحد، فتعيد القيمة واحد منطقي كدليل على أن القيمة أكبر من الواحد. أما لو قمت بجعلها الأكبر من العشرة، فتعيد لي صفر منطقي لأن قيمة A كما هو موضح مساوية للخمسة. أيضا يمكن مقارنة مصفوفتين بنفس الطريقة. فلو قمت بإدخال مصفوفة أولى مساوية من ثلاث أسطر كما هو مبين، ثلاث أسطر وثلاث أعمدة، وقمت بإدخال مصفوفة ثانية أيضا من ثلاث أسطر وثلاث أعمدة، الآن لو قمت بكتابة A تساوي B كاستفسار، سيعيد لي صفر منطقي لأن جميع قيم المصفوفة A غير مساوية لقيم المصفوفة B. أما لو قمت بوضع الشرط لا تساوي B، فسيعيد لي القيمة المنطقية واحد منطقي لأن جميع قيم المصفوفة A غير مساوية لقيم المصفوفة B. هذا بالنسبة للعمليات المنطقية أكبر يساوي أصغر يساوي والمساواة وعدم المساواة. أما بالنسبة للعمليات الأساسية على المتغيرات والمصفوفات، فهي كما هو معروف للجمع، فهي الجمع، الطرح، والضرب، القسمة، بالإضافة إلى ذلك الرفع لقوة
أيضا هناك نوع آخر من رفع القوة، هو رفع القوة بهذه الطريقة، فهذا يستخدم النقطة من أجل التعامل مع المصفوفات. أحد العمليات الخاصة بالمصفوفات وهي الترانسبورتيشن أو منقول مصفوفة، فلو كان لدي مصفوفة بالشكل المبين أمامي وأردت أن أوجد منقول هذه المصفوفة، يكفي أن أكتب A وألحقها الإشارة المبينة، فسيتم إيجاد منقول مصفوفة بشكل مباشر. هذه العملية مفيدة عندما أريد ضرب شعاعين، فلو كان لدي شعاعين وليكن الأول A تساوي 1 2 3 و B تساوي 3 4 2 3 4، لو أردت ضرب هذين الشعاعين سيظهر لي خطأ error using multiplication inner matrix dimension must be agree، أي أن أبعاد المصفوفتين غير متساوية لا يمكن إجراء هذه العملية عليها، ومن أجل ذلك سأقوم بعملية الضرب بشكل مختلف كما هو مبين، وسأحصل على النتيجة 20 وهي نتيجة ضرب الشعاع الأول بمنقول الشعاع الثاني. أيضا يمكننا التعامل مع عمليات منطقية كـ AND OR و NOT، حيث أن AND كما هو مبين هي هذه العملية مفيدة، هذه العملية منطقية مفيدة عند استخدام الشروط والحلقات. OR كما هو مبين وهنا تختلف حسب القيم، فممكن استخدم OR بعمود واحد أو بعمودين، وذلك حسب نوع العملية التي حسب نوع المتغير الذي لدي، فلو كان من سكالر فيختلف لو كان لدي متحول كومبلكس عقدي، عفوا سكالر و فيكتور أي عقدي. هيلم أور قد يظهر لي بعد الشرح عن العملية المنطقية أور. كما هو مبين بيرفورم اللوجيكال، A or B performs the logical or of array A and B and returns an array containing elements set to either logical one true. هنا نعود نفس المفهوم وهو مفهوم العمليات المنطقية، فتعيد لي قيمة إما صفر أو واحد. بالإضافة إلى العملية المنطقية not وهي المبينة أمامنا، سنقوم بشرح هذه العمليات المنطقية أكثر في أمثلة لاحقة إن شاء الله عندما نبدأ بدراسة بنى التحكم.